شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وإن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أبني وفويل، ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. شو عم بيصير هون؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. عثمان امشي روح بيت، تعا خي تعا. اليوم نختم على أفواههم، تارك أغراضه عند الشرطة ورايح. وتشهد أرجلهم، أعطوني هدول قال إلي. كانوا يكسبون. وينو ابني؟ اجا كنان يازلي اوغلو. انتو؟ العمر لكم، ما تواخذوني تأخرت شوي بس. على شو تأخرت؟ بابا خلينا نمشي. وينو ابني؟ العمر لكم. أنا كنان يازلي أوغلو، صاحب المدرسة تبع وفا. يعني بجد الله يصبركن، وفا كان من طلابنا اللي منحبهن كتير. نحنا كوننا مدرسة يازلي أوغلو، وباسم المدرسين من قاسمكن حزنكن. وين الكل؟ ما فهمت. عم قول وينن هدول اللي مشاركيننا حزن؟ جيت كممثل إلهم، شو ما بيلزمكن نحنا جنبكن حبيبي. نحن بدنا العدالة وبس. ما سمعت. وفا ما كان ضعيف لدرجة يتركنا فيها ويروح. ما فهمت عشو عم تلمح؟ ما عم لمح، عم بحكي بوضوح. وفا ما كان تركنا وراح، وما كان سخي بروحه أبدا. قصدك انه توفى بفعل فاعل؟ ما بعرف، بس إذا هالموضوع تلفلف وانطوى ما حدا وقتها بيعرف. عمو أنت مين؟ شو بتقرب ولا وافة؟ خلينا نقول أخوه ورفيقه، ويلي ما رح يترك دمه يروح هدر. تفرق معك؟ بتفهم غضبك، بس مو ممكن إنه يتغطى على شيء من اللي عم تقول عليه. ولو بده يصير هيك شيء أنا ما بسمح فيه، وبعدين التحقيقات مستمرة. مرة تانية العمر لكم. ما حدا حس إنه في داعي ياخدوا أقوالنا، ولهيك أنا رح سمع صوتي من هون للمسؤولين. بدنا تحقيق فوري بموت وفا أكين من كل المسؤولين. ليك يا أبضاي، إذا بهذيك المدرسة شو ما كان اللي إجى على رأس أخي خليه ينكشف. يا ترى تصرفوا معه بزعرنة وكرهوه عيشته، ولا في حدا زدته لتحت؟ هذا المطلوب، وبرأيي خليه يلتقى. Thank you.
معلم عثمان، خليني أخذ هدول وحطهم بغرفة وفاء. البياع قال لي هاي ما بتنكسر، بس اطلعي انكسرت. خليني غيرها. لا ما في داعي معلم عثمان، لا تروح. لا لا خليني بدلها. معلم عثمان ما في داعي تروح، ما في داعي. هو طلب 200 وعطيته 150، دفعت مبلغ كتير كبير، وقال لي أصلية ما بتنكسر، كذب علي. معلم عثمان تركيني، معلم عثمان تركيني، لحظة. بدي بدلها. معلم عثمان تمام هاي لأبني. تمام اهدى، تمام. قال لي ما بتنكسر. اهدى شوي، اهدى ابني، إذا شافها هيك رح يزعل. هات أنا بغير له يا مسيك، أنا بغير له يا. خليه يعطيك نفس النوعية، ماشي؟ تمام. وفى حب هديته وعجبته يا ابني. ايه ماشي، هو ببدلها بدلها ابني. يلا تعا عود، انت عود افتح عمال. وفى وينه؟ بدنا نروح لعند الشرطة وبدكن تحكوا كل شي صار بهديك الليلة. يعني شو بدنا نحكي بابا؟ لك ابني شو بدكن تحكوا؟ انتو ضربتوا للصبي وكسرتوا له انتو مالكن ضربينه اي ضرب؟ من وراكن الشاب انتحر ورمى حاله من فوق لتحت، وبكرة وبعده رح يحققوا بالموضوع، وبدك تتحمل مسؤولية اللي عملتوه انت ورفقاتك. مفهوم؟ مفهوم حكي؟ مفهوم مفهوم. منيح. وندار امشي. هاتوا لشوف، احكولي شو صار، احكولي بالتفصيل. تفضل. نحن كنا عم نتسلى بهديك الليلة، وبتذكر جبنا مشروب لقلنا، وبعدين سكرنا كتير بوقتها. نحن اجينا. هذا شو عم يعمل بيناتنا؟ ايه والله عن جد، انت شو عم تعمل بيناتنا؟ وبعدين عرفنا انه وفا حطنا مادة مخدرة بالمشروب. سيك شرب شرب. وطبعا انا تقلت ولهيك طلعت لبرا لشم هوا نظيف. بارك شو قصتك انت؟ عم تتصل وجمرة جنبي بلكي شافت. ما رح تشوف، وإذا شافت ما رح تحس. لك لا تعمل هيك، بلكي حدا شافنا هون. تعي شو بارك؟ بارك لا تعمل هيك. كل ما عم تعترضي عم تصيري مغرية أكثر. بارك واقف عم قل لك اسمعتني. بارك شو عم تعمل انت؟ بارك شو عم تحاول تعمل؟ عم قل لك ما بصير، ممكن تتركني بعيد عني. بارك اتركني. وأنا وقتها شفت هزال راكد اللي عندي وعم تقلي ساعدني، كانت عم تعيط وتقول وفا تهجم علي وحاول يغتصبني. بارك عمل لك أنا ما بدي يا بارك. أنا وين ما بدي وشو ما بدي بيصير. هزال أنا ما كنت هنيك، وبعدين إجيت شفت هزار كانت منهارة.
وبعدين شفت وفا وأنا وعم حاول أمسكه إجوا الشباب وساعدوني وبتعرفوا الباقي كلكم. وهلأ فهمت مشان شو كنا عم نضربه؟ وشو صار بعدين؟ بابا أنت بتعرف الباقي وأنت كنت هني. طيب تمام، كل شي صار معكم حرفياً بدكم تحكوه للشرطة. يلا يلا. في حدا تاني شافكن؟ في يا كنان، أنا شفتهم. في حدا غير الأستاذ أوندار شافكن وأنتوا عم تضربوا؟ كنان، شو بتفرق إذا كان حدا شايف؟ بتفرق كتير، لأنه لو كنت بالمقبرة كنت فهمت مين ضرب مين ومين اللي بلش بالأول. ما مهم كل هالحكي. بالنسبة إلهم أولاد الأغنياء المايعين أخذوا شاب مسكين يتسلوا فيه وكرهوا عيشته للولد. هدول فقرة يا أوندار، فقرة فقرة، والمجتمع ما بيتعاطف غير مع الفقير. بكرة الصحافة بتصف على بابك ولحق لهم إذا بتلحق. كان عنده مشاكل نفسية وانتحر، ونحن زعلانين على وفاته وحزننا كتير كبير. ونقطة آخر السطر. هيك لكان أصبح إذا اضطر الأمر جاكري لحاله رح يقدم أقواله. جاكري قوم قوم، استناني بالسيارة جاي فورا. بارك وإلجي ما كانوا هني. جاكري ضرب الولد لحاله. وما كنتوا هنيك يا أولاد؟ شو ابني؟ ما كنا بابا. أنا كنت هني. جاكري، ما بدي أعيد اللي قلته مرة تانية. روح استناني بالسيارة. روح. أوندار شوي صغيرة، شوف ما في حدا شافك ولا شاف ابنك ولا هداك الصبي، بس انت مدري ليش حابب تروح ترمي نفسك بالتهلكة. مزبوط؟ لو بدك تعمل من ابنك طعم، ما هيك؟ واضحة. وهالشي من صالحنا لأنه أكيد رح يدوروا على شخص يتهمون. لكن إذا بدك رأيي وبرأيي أنا، ما نفرق الأولاد. ابنك وقرارك، دبر راسك. مظبوط ابني. مرقوا 7 أيام من دون وفاء، وبيقولوا إنه الوقت علاج لكل شيء. طيب والموت شو علاجه؟ يعني إذا استنينا كمان شوي رح يرجعوا اللي أخدوا مننا؟ وين وفاء؟ لو نادي له وقول يا وفاء يا ترى بيرجع؟ أو لو كل الحارة بتنادي بنفس اللحظة وفاء بيسمعنا؟ طلع يا وفاء، شوف نحن هون لك أخي.
نحن هون. يلا اضحك ولا شوف بدي اخذ صورة. سير لنا صورة. لك شو عملت يا واطي؟ قول شو عملت؟ احكي لك جاوب يا كلب. اللي شو عملت؟ لك شو عملت للبنت يا كلب؟ طلع فيني هون. شو عملت؟ احكي. يا علي نحن خلينا نقوم. طيب تمام يلا زينو خلينا نوصلك لك كمان. يلا شو كان هون؟ العمى شو هاد؟ بعتين الفيديو لنشوفه مرة واحدة وما فينا نشوفه مرة تانية. لك وين راح علي؟ ولك علي وقف وقف. علي وقف. ولك علي. علي وقف. علي. علي وقف. ولك وقف خلينا نعمل شي. علي. وقف. هاي هي الخطة. ولك هدول مي مارينا. سيارة أخي. ولك سيارة ميلان. لك بحياته ما رح يعطينا إياها. ولك مين طلب إذنه؟ يلا تعالوا خلونا ناخدها. تعالوا ركوك. ولادك لك شو بدنا نعمل هلا؟ قلي ابي اكيد بده يقتلني. ولك يا ريت قلنا اقوالنا. الشرطة والاعلام وامي. لك نحن انتهينا. الفيديو محذوف. بعطينا مشاهدة لمرة واحدة ومن حساب مزور. خلاص تمام اهدوا واسكتوا. اسكتوا خلوني عارف ركز. برو نحن متأخرنا شوي على التفكير. وبعدين يا اخي نحن كنا هنيك مين وكيف صورونا وبعتونا الفيديو؟ بس فهموني. لك مو المهم مين صورنا، المهم انه الفيديو موجود. طلعوا فيني يا شباب، اذا هي كانت مزحة من حدا منكم رح زعلكم. حبيبي شباب ما حدا فينا جن لهالدرجة. تمام ما تتوتروا اهدوا شوي. بتقولوا اقوالكم ونحن شاهدين وما عنا اي شيء تاني نعمله. هيك لك ايه جمرة هي مانا قصة عادية بنو، وكلنا اولاد عيال معروفة. واذا تاني مرة بدك تعطينا رأيك فكري وقلبي شوي بعقلك ممكن؟ لو نروح لعند عمو كينام هو بيعرف شو بده يعمل. يلا لك. لك هي مو سيارة استجابة بلا هي. لك شو بدهم منا هدول؟ واقف على اليمين ولا صف على جنب. صف على جنب. سلو يلا. لك صف على اليمين. صف. وقف بايت. صف. صف على جنب. عرب روح معاك. تمام يلا. كنزل ولاد كنزل. انت منيح؟ باي. تعال 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 تعال.
لك شو عم تعملوا لك؟ تعال خذوا لك سنجاب، تعال هون. لوين رايح؟ لوين رايح يا ابن الحرام؟ تعال هون. يا كلا يا كلا زينو وقفي، عيني ورا وقفي، بعدي عنه وقفي خلاص. هيك طلبت ولا هيك؟ وقف شوي، وقف بهديك الليلة كان رح يختصب هزال، وهديك الخناقة كانت مشان هيك وقف. وقف بهديك الليلة كان رح يختصب هزال ولهيك صارت الخناقة. وقف ببوس ايدك، وقف وقف وقف. لا 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 لا، افتراء افتراء. هدول الاولاد وخصوصي هذا الثعلب اللي اسمه علي، مو بس ممنوع يقرب من ابني ويتعرض له، ممنوع يتطلع فيه. بدهم ينحبسوا خليهم ينحبسوا. كنان رح ياخذوا الاولاد ليعطوهم تقارير ضرب، نحن خلينا نروح وراهم. مو مشكله حضرة الشرطي، اتركوا الأولاد بقى من المسا وهن جوا. في شكوى ضدهم، ما فينا نعمل لهم شيء. مين مشتكي عليهم؟ ليك خليني أنا كمان أحكي معهم، يمكن عندي شيء يقوله. بعدين إذا هن اشتكوا أنا كمان بشتكي. وينهم؟ بابا انتو يلي عملتوا الخناقة مع ابني؟ خناقة؟ كلمة خناقة ما بتعبر عن اللي صار. متهجمين على الولاد وقاطعين طريقهم، وعلى شوي كانوا عملوا حادث. على الأقل عايشين، لأنه وفا مات بسبب تصرفات ولادكن العنيفة. سخي بحاله وانتحر، وقبل ما يموت ولادكن قاتلينه بدون رحمة. نحن أدلينا بأقوالنا يا خانة، والولاد حكوا كل شي صار. وشو صار بعد ما حكوا؟ رجعوا وفا؟ كأنه حضرتك ما فهمتي علي. مع الأسف كل شي صار بهديك الليلة وكل شي عمله وفا، حتى ضرب أولادنا لوفا بهالطريقة المتوحشة، نحكى وبالتفصيل الممل للشرطة. فهمت، فهمت منيح كتير. واضح أنه ما طلع منا شي، بما أنه طلعتوا لبرا ولا كأنه صاير شي. شو بنعمل؟ نحط الأولاد بالحبس؟ مثل ما أولادك طلعوا مثل الشعرة من العجين من القصة، أولادي كمان بدهم يطلعوا منا. نحن مشتكيين على الزعران الثلاثة. يبدو ما فهمت علي منيح. يا خانم في أمور ما بتعرفيها. أنا بعرف شغلة واحدة، إنه بدي أخذ أولادي وأطلع من هون. ترجع لعند الشرطة وبتقول إنه أولادكم غلطوا، وبتسكروا هالموضوع نهائياً. أولادي ما تصرفوا بوطاوة مثل أولادكم.
نحن تغاضينا عن أخطاء كتير وأنتوا بتعرفوا هالشي. وإذا القصة دين ووفا فديننا وفينا من زمان. يلا خالي داريا كيف طلعتينا؟ معلش افهم تركنا هلا كيف طلعتكم. اذا عم يدوروا على متهمين فهن جوا. يلا امشوا على السياره. تفضلي يا خالي. شكرا. طلعوا. هدول كيف طلعوا بسرعه؟ طلعوا يلا سينان. طلع تعالوا هون. علي لوين؟ لك علي. علي وفا ما بديتوا عليك. وقف وقف. بعد كل شيء عملته لسه بدك تيجي تضربنا؟ عم تكذب لانه تمام. علي يلا تعال. يلا تعال اخي تعال. عم يفتروا لك بلال. لك نحن بالمخفر يا بني ادم. تعال يلا انتي وحبيبك. امشي معي. بعرف كلكن عملتوا شي ومخبينه عنا. مخبينه فدو اخي فدو. ما بيعمل هيك. خلصنا بلال. يمكن ما كنت بتعرف وفا. ما بتصير يعني. يمكن انت مارك عرفان اللي حواليكي. يلا طلع نحن بالمخفر. يلا علي يلا طلعوا. طلعوا شبكوا. لا حول الله. طلع يلا طلعوا. عاطين هي لعم عثمان. واصلته من المخفر. تقرير الطبيب الشرعي تبع وفا. اخي شو مكتوب هون؟ لا في نقط ولا في شيء. خدي اقري. المادة او ثلاثة. عينة الدم التي أخذت من المقتول وفا أركين بعينات الشعر والأظافر أثبتت وجود كمية من المخدرات. والسبب الوفاة نتيجة ضربة بالرأس بسبب الوقوع. وثبت أيضا أنه علي لوين بدك تروح؟ وعطينه مخدرات للصبي. دمروا حياة الشاب كرمال ليلة واطي. أنا ما فيني أوقف هيك. ما بقدر أعرف. ولك بدي موتهم بإيدي. تركني. ولك أنا بدي موتهم. ولك يا علي واضح أنه وفا رمى حاله لتحت. مين؟ وفا. ما قتلوه ما دخلهم. هو اللي رمى حاله. واضحة القصة. ولك أخي فعسول الولد. بتعرفه لوفا. أستغفر الله وأتوب إليه. ما تخليني أحكي ورا الميت. قول عرب. قول معناها أنت بتعرف وفا أكتر مني. قول اللي مين هو وفا. ها؟ ولك يا أخي وفا ما كان مثلنا. كان جبان. عم كذب شي يا زين. وحكي لك كلمة. وفا كان جبان يا علي. كان جبان. شو بك عم تطلع فيني؟ ما تحملوا رمى حاله. وبيكون وفا تهجم على البنت اللي اسمها هزال. بيعملها وفا؟ لا وفا ما بيعمل. بس الولد كان متعاطي مخدرات. واللي بعرفه انه بتضيع البني آدم. ولك وفا كان أرجل منك. أنت لأنه أبوك قلب وشه فيك كيت وهربت من البيت مثل الولد. وفا كان أقوى منكم كلكم. وعلى الأقل كان الأزكى والسيخ. تمام بكفي. حاشة خانة وبقى. أنت ما تحكي زينو. خليكي سادة بوزك. تمام خلصنا بقى. علي شو ما حكى عنده حق. وأنا دائما غلطان. ليش مين أنا؟ وأنت هيك رأيك زينو؟ وفا تهجم على البنت؟ طبعا لا. بس يعني احتمال يكون انتحر. وفا ما بيسخى بحاله ابدا. ما تصيري مثل الكل. ولك يلي برجلي احسن من اخوتكن ورفقتكن. شو زينو خفتي منه؟ برافو عليكي ما قصرتي.
طول الطريق عم تزني على راسي، عم تزني. ولما اجينا لهون سكتي، لما شفتي علي بلعت لسانك. برافو عليكي، كنت قليله مالي معتبرتك مثل اخي، كنت قليله. انت كنت خلصتي وانا خلصت معك. وفا كان من الطلاب اللي منحبهم وغالي علينا كتير، يعني عم بذكر المرحوم وحزني كتير كبير عليه كوني أب أولاً، وتانياً كوني تربوي وعندي مدرسة لتربية أجيال براقة لهالوطن. بحب إلكن أنه نحن حزينين عليه جداً، فبإسم طالبنا المرحوم وبالإضافة لكل صفوف المدرسة رح نقدم منحة سنوية ونسميها منحة الطالب وفاء أكين، منقدمها كهدية لروحه، والله يرحم وفاء ويجعل مأواه الجنة. ليش جبتنا لهون علي؟
شو علي؟ لسه ما فشيت خلقه؟ كمان بدك تضرب أخوك عرب؟ شو هاد؟ مدرسة يازلي أوغلو، امتحان للمنحة الدراسية. الامتحان بعد يومين، ويلي بعدها مأشر على الأجوبة وبعدها. وبعد هالورقة كمان. وفا انقتل، والقاتل بالمدرسة. شو عم يقول هذا علي؟ عم يقول فوت على المدرسة وتعال تلاقي القاتل. إذا خبرنا الشرطة ما رح يصدقونا. رحنا 40 مرة وقلعونا 40 مرة، قالوا انتحار وسكروا ملف القضية. إذا بتقولوا انكم مستعدين، منلاقي القاتل ومنحاسبوا على قتل أخونا مع بعض. شو انتو معي؟ يا أولاد بلش الامتحان، حاولوا ما تتوتروا، الأسئلة سهلة. موفقين.
عشنا حادثة مؤسفة كتير، اتضايقنا وانتزع مرقنا وقضينا صيفية سيئة، بس خلصت. ويلي صار ليلة الحفلة رح يضل بالماضي، وكلكم في عندكم عقل، ما هيك؟ نضوج وذكاء، البركة. ودائما رح تصادفوا ناس بسطة وصغار كسبة وشي منه كتير، رح تلاقوا شغيلة وشوفيرية أو حتى عمال عندكم. هدول استراحات صغيرة ما بيصير توقفوا عندها. بتصور كل واحد منكم أخذ درس من اللي صار، واعتبارا من هاللحظة روحوا افتحوا صفحة جديدة بحياتكم. رح تكون سنة حلوة، هيك عم شوف. طبعا مو تصالحت مع جمرة هيك رح تكون، وحتى ممكن تصير سنتكم. رح تصير لأنه مستحقها. حبيبتي كيف يعني؟ أكيد هي مسحة مو؟